انضم الينا من لندن الاستاذ قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكريه والسياسيه. اهلا بكم استاذ قصي الى استوديو الرافدين. لجنه الشؤون الخارجيه في الكونغرس الامريكي تقر مشروع قانون للتصدي للتدخلات الايرانيه في الشؤون العراقيه، ما الذي يعني هذا القانون من الناحيه العمليه؟ تحياتي لك ولجمهور قناه الرافدين الافاضل. حياك الله. اذا اخي الفاضل، يعني هذه الاجراءات اتخذها الولايات المتحده يعني متاخره جدا. يعني عندما سلمت اداره اوباما العراق الى ايران في 2006 بعد احداث الامامين اللي حصلت، واستمر هذا الى المجيء قبل سنتين جاء ترامب. يعني قرابه 8 سنوات ايران استدخلت في العراق وتمددت. ولو لاحظت أن القوات الامريكيه منذ 2015 عندما بدات او 2016 عندما بدا الحرب على تنظيم داعش في الرمادي امتنعت عن مساعده القوات العراقيه لوجود الميليشيات مع القوات العراقيه. ومن ذلك التاريخ لم تتخذ اي اجراء تجاه هذه الميليشيات وتوسعت. وما عنا يقال ان العبادي هو رجل امريكي في العراق، لكنه سمح باصدار قانون لتشريع قانون بضم الى الجيش، وصدر قانون بالحشد الشعبي، والان اشترك في الانتخابات، واليوم هيمن على العراق كله، والكل يعلم ان هذه الميليشيات هي الحرس الثوري الرديف في العراق. وبالتالي اليوم عدا ذلك، اليوم العراق بكامله دمرت كل بناها التحتيه، واصبح يعتمد على ايران في غذائه وفي الكهرباء وفي الماء وفي كل شيء. ماذا تريد ان تقول الولايات المتحده اليوم؟ هي التي ساهمت بوصول العراق الى هذه الحاله. اليوم عندما تقول للعراق انه لا يتعاون مع ايران او لا يقدم شيء لايران، هذا يعني شبه مستحيل لسببين. الاول حاجه العراق الكامله لما بايران، هاي وحده. اثنين، على الارض تسيطر ايران بشكل كامل على كل مرافق الحياه وتسيطر بالقوه المسلحه. إذن هذه الإجراءات تتخذها إيران الولايات المتحدة لو كانت تنفع لكان نفعت منذ سنوات طويلة، وخاصة القرار اللي اختار منذ 2015 بمنع قاسم سليماني من السفر خارج إيران، وتشوف أنت مقيم بالعراق وبسوريا. إذا العملية هذه أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية هذه الحلول لا جدوى لها. إذا أرادت الإدارة الأمريكية فعلا أن تحجم دور إيران وأن يحتنقل العراق من تدخله، يجب عليها تجديد العقوبات على ايران ومحاوله اسقاط النظام الملالي، وبالتالي يجيء حكم وطني في ايران يتيح لي علاقات جيده مع الاقطار العربيه وعدم تأييدها لكل الحركات التي تؤدي الى الفوضى في الشرق الاوسط وفي الوطن العربي. ما مدى تاثير هذا المشروع، لا سيما بان هذا المشروع يعني يفرض مجرد عقوبات على شخصيات ايرانيه، مجرد يعني عقوبات سليماني يتنقل بين العراق وايران وسوريا بكل سهولة ويسر دون أي منع لتحركاته؟ والله يا حقيقة الأمر هذا لا يؤثر أي شيء، لأن ما هي العقوبات؟ هل يجمد أرصفة؟ لا يوجد إيران لديه أرصفة في الولايات المتحدة، ولا يوجد من يذهب إلى الولايات المتحدة ويعود. هذه القضية يعني فقط هي فرقة إعلامية. العمل يجب أن يكون على الأرض، العمل يجب أن يكون مثل ما جندت الجيوش العالم لاحتلال العراق والعراق بلا مبرر. ايران تستفحل في كل الارض العربيه وفي كل مناطق الشرق الاوسط، وهي عقوبات على هذا او ذاك، هذه لا تؤثر اخي. ما لم تكن الولايات المتحده جاده في تحجيم دور ايران وتتصرف بشكل جدي وواقعي، هذا كل الكلام لا يعني شيء. يجب ان يتم اسقاط النظام في ايران وقيام حكومه وطنيه، هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن ان يجنب المنطقه هذه المشاكل. نعم، الحكومه الامريكيه هددت بقطع الدعم المالي والعسكري عن العراق، برايك يعني هل من الممكن هذا التهديد في حال نفذ انه سيلجم الحكومه القادمه او شركاء العمليه السياسيه عن التعامل مع ايران؟ ايضا هذا لن يكون مجدي، بدليل انه هذه الحكومه اللي وضعت هم حكومه سراق ولصوص. كلهم يملكون المليارات، حتى لو صار حساب على الشعب العراقي، حتى لو قطعوا عنه كل شيء، لا يهم هذه الحكومه، لانها 15 عام لم تقدم الشعب العراقي شيء، وهي معروفه انهم كلهم عملاء لايران. فاذا تريد الولايات المتحده ان تقيم اليوم حكومه مواليه لامريكا او حكومه وطنيه، هذا مستحيل.
هذه الحكومه لا يمكن ان تكون حكومه وطنيه في يوم من الايام، ومرتبطه بايران بالكامل. هم جاؤوا بهم وهم يجب ان يزيحوهم باي وسيله، ولا بد من وسائل اخرى غير هذه الوسيله، لانه قطع المساعدات بماذا؟ قطع المساعدات العسكريه، هذا ما يريدونه. انت تلاحظ انه كل الميليشيات تطالب باخراج القوات الامريكيه لغرض إتاحة الفرصة لإيران بالهيمنة 100% على كل العراق حالما تغلب القوات الأمريكية. أستاذ قصي، أستاذ قصي، برأيك هل من الممكن أن يتطور الخلاف الأمريكي الإيراني إلى أبعد من الحدود الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية؟ هل من الممكن أن نشهد يعني مشكلات أكبر في الفترة المقبلة بين إيران وأمريكا؟ هذا هو رباط الفرس، هذا هو الحل الحقيقي. العقوبات القادمه اللي ستنفذ في 6 نوفمبر بقطع تصدير النفط النهائي، هذا هو سيخلق مشاكل كبيره لايران، وبالتالي يجب دعم الحركات المعارضه للنظام الايراني داخل ايران، واعطاء حريه التحرك، والضغط على الايران بحصار حقيقي. انت لاحظت الحصار اللي فرض على العراق من سنه 90، هل فرض لحد الان حصار شبيه به على بلد العالم؟ لماذا لا يفرض هذا الحصار على ايران؟ نعم، هو فعل شيء. نحن نتأمل أنه خلال الشهرين القادمة تقوم أمريكا بهذا الحصار، وهذا هو الذي سيجعل من الشعب الإيراني ينتفض ضد حكومته ويحاول تغييرها إلى حكم وطني، وحين ذاك تستقر المنطقة. بغير هذا الأمر نرتكب لا عقوبات تزيد ولا على العراق. وصلت الفكرة الأستاذ قصي المعتصم، الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.